يمكن بكثير من حلقات صباحنا غير حكينا عن أهمية العمل التطوعي وانعكاسه على المجتمع. كثير منا يمكن إذا بنتذكر أيام الطفولة بشهر رمضان المبارك كان عمل الخير شيء جزء من حياتنا اليومية. يعني خلال شهر رمضان كنا دائما نستقبل الجار، بتلاقي دائما في توزيع أكل، في علاقات أسرية جميلة اجتماعية بتعكس عمل الخير بشكل كبير. هذا الشيء كان انعكس اليوم مع التطور لأعمال تطوعية انتشرت بشكل كثير كبير مع بداية الأزمة بسوريا. 10 سنين من الحرب كان في أعمال خيرية وتطوعية كثير مهمة لشباب سوري انعكس بشكل إيجابي كثير على المجتمع. لنحكي أكثر عن أعمال الخير والعمل التطوعي معنا السيدة عليا خير بيك، مؤسسي جمعية العطاء. يسعد صباحك ورمضان صباح الخير. أهلا، صباح الخير، رمضان كريم. صباحك رمضان كريم. يمكن كثير بظروف صعبة والحرب على سوريا طلع كثير من المبادرات، ولكن دائما مبادرات شهر رمضان المبارك بتكون مميزة والشباب السوري مميزين أيضا. اليوم خلينا نحكي عن شهر رمضان وخصوصيته بأعمال الخير والعمل التطوعي خاصة. هلا أول شيء نحن العمل الخير هو برمضان وبباقي أيام الشهر يعني، وهذا الشيء الأهم إنه الخير يستمر بكل الأوقات وكل ما كان حدا محتاج يتلقى المساعدة. نحن السنة برمضان كجمعية وكفريق تطوعي عم نشتغل عن بعد بسبب الوضع المنتشر، صحي، فعم نحاول عبر السوشيال ميديا نوصل المساعدة للمحتاجين، إن كان كعمل جراحي، إن كان حدا بده سيدة معيلة بده مساعدة لأولادها، ف يعني عبر التواصل الاجتماعي بتبعث لنا رسالة، بندرس الحالة وبنقدم لها اياها. لما نقول العطاء، يعني العطاء كلمة كثير كبيرة، ومثل ما قلنا بداية حديثنا اساسا عمل الخير من عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية ربينا عليها، ان كان خلال شهر رمضان المبارك او طيلة ايام السنة بتلاقي حتى عمل الخير كان اهالينا يعملوا على السكيت لانه هذا واجب عليهم. اليوم عم نشوف كثير من الشباب السوري، انتم صبايا صغار حلوين، بتلاقي بدل ما تكون وحده ملتهيه بمكياجها وشعرها عم تنزل على الشارع، عم تشتغل، عم تكون بالاعمال التطوعيه، عم تقدم وجبات. هيدا صار من يمكن ملامح الحياه اليوميه. صحيح. اللي عم نعيشها، بتلاقي الواحد رايح على شغله عم يشوفها بشكل مستمر. قديش اليوم هيدا الشيء بينعكس على مجتمعنا، لانه نحن عشنا سنوات حرب طويله، ظروف اقتصادية صعبة، ظروف مادية قاسية على الكل. هلا يعني بشكل عام إن كان في ظروف أو ما في ظروف صعبة، العمل الإنساني هو ثقافة، يعني هو المفروض يكون دائما وبكل المجتمعات بتلاقي، يعني إن كان عندهم ظروف ولا ما في، بتلاقي في فرق، بتلاقي في شباب صبايا بيتطوعوا. اليوم أثروا أكبر بهي الظروف قديش؟ هلا أكيد أكيد بظروف صعبة هو بيكون له دور أكبر وبيكون له أهمية أكثر، بس بشكل عام أنا عم أقول لك يعني هو انفيز، يعني نحن حتى لما بعد ان شاء الله يعم السلم والسلام، لما بعد يعني الوضع الصعب نحن مستمرين، لانه انت اليوم في عندك العمل التطوعي هو مو بس بتقديم الخير او المساعده، هو ممكن يكون بتظبيط الحدائق، بالتعبير عن محبه للبلد، يعني في كثير طرق. نعم، اليوم خلينا نحكي عن السوشيال ميديا وانتشار يمكن عدد كتير كبير من الجروبات يلي هي تعنى بهذا الشيء، وخلينا نخص جروب صبايا، بدنا نوجه لهم تحية لكل الصبايا اللي عم يتابعونا، يلي عن جد هو شامل وفي الواحد يقدم من خلاله كل شيء. اليوم السوشيال ميديا قديش مهمة انه هي توصل لناس باللاجئية بطرطوس بحمص بكل المحافظات السورية، يمكن ناس موجودين هون وناس موجودين بغير محافظات، نحن اليوم قديه بحاجة لبعض وبحاجة لهالربط الأسري السوري. هلا السوشيال ميديا هي صارت هي كل شيء، يعني هي مو بس شيء مهم، هي كل شيء، وفينك توصلي أي فكرة أو أي مساعدة عن طريقة. هلا نحن عن طريق جروب صبايا اللي صار هو من اكبر الجروبات، يعني وهو جروب شامل، يعني هو خدمي انساني اجتماعي، في كثير صبايا عم يشتغلوا
عم يسوقوا لمنتجاتهم من خلاله، في عم يصير عندهم مدخول، في حالات بتجينا كطلب مساعدة إن كان عملية جراحية، في حالات بتجينا حدا بده استفسار، بده طبيب، بده يعني كل شيء. صدقيني هو يعني أنا بنبسط فيه لأنه عن جد بلاقي أنه قديش عم يقدم مساعدة لأشخاص بحاجتها. خلينا نحكي بال 2021 نشاطات كثير قمتوا فيها ومستمرين، خلينا نحكي عن هي النشاطات وشو حابين تعملوا، لأنه دائما بعد كل إنجاز أو كل شيء بتقولوا لا لسه بدنا، لا لسه بدنا نعمل، لا في لسه مسؤولية وجهد كثير كبير رح يكون ومضاعف عليكم. هلا 2021 نحن بشكل عام قلت لك يعني بسبب الوضع الصحي نحن شوي قيدنا حركتنا، يعني نحن كنا على الأرض بشكل دائم مع العالم، حتى ببيوتهم، حتى بالمشافي، بدور الأيتام، دور مسنين، دائما متواجدين على الأرض. للأسف آخر فترة نحن اضطرينا شوي نوقف حركتنا، وكل مساعدات اللي عم نقدمها أو الإنجازات أنا بعتبرها اللي عم ننجزها فهي صارت عن بعد، يعني نبعت الحالة لتتلقى المساعدة من جهات الطبية أو المعنية. إيه؟ هلأ بتمنى أنا بالدرجة الأولى أنه شوي الوضع يعني يركز، ايه هي امنية الجميع يا رب. ان شاء الله يا رب وتخف هالأزمة لحتى نحن نقدر نحقق اهدافنا اكثر. اكيد بتمنى نرجع لمشروعنا اللي بلشنا فيه اللي هو بنك الطعام السوري، اللي كان يقدم وجبات مجانية طول فترة السنة لأي حدا محتاج، يعني حتى مو لفئات معينة، أي حدا حاسس حاله أنه هو بحاجة أنه يرتاح أو يأكل هالوجبة كان يجي لعنا. أنا بتمنى نرجع لهذا المشروع ونستمر فيه. للناس عن هذا المشروع اللي كتير مهم، إن هو البنك الطعام السوري، يلي هو مثلاً أي حدا بيطبخ طبخة فيه ياخد سكبة ويحطها بهيدا البنك ليطعمي حدا محتاج، ليطعمي حدا وخاصة يمكن بهي الظروف الصعبة والغلاء يلي صارت بالبلد، خلينا نحكي عليه أكثر. يمكن هي من أهم الأفكار والأعمال يلي صارت بسوريا. البنك الطعام السوري هو مشروع عالمي، هو موجود بكل البلاد، حتى كان موجود عندنا بس ما انه مفعل، كان ما بتذكر بس ما يعني ما سمعت انه كان موجود عندنا. انا حسب علمي انه اول فكره طبقت هي عن طريقنا كانت. هذا المشروع نحن شفنا كيف آلية العمل تبعيته برا وحاولنا نطبقها هون. الفكرة الأساسية مزبوط مثل ما قلتي، أي حدا عنده سكبة أو مطاعم يلي بيزيد عندها فائض تبعهم إنه ينبعتوا. هلأ نحن لما أسسنا المشروع ما شفنا كتير في تجاوب من المطاعم، من الفنادق، ما لقينا منهم كتير دعم، فلهيك نحن قررنا نجيب حلال ونجيب أغراضنا وعدتنا وفريق تطوعي تبعنا، هن اللي يبلشوا يطبخوا وهن يجهزوا الوجبات. بتمنى اكيد انه نطوره ليوصل لدرجه لمرحله اللي انت قلتيها. طيب شو يعني ليش ما وصلنا بعد للمطاعم وللفنادق؟ هل هو في شيء بده تسويق اكثر او نحن مو مشكلتنا بالتسويق؟ نحن ما عندنا مشكله بالتسويق لانه مثل ما قلت لك يعني نحن اليوم على السوشيال ميديا من اكبر المجموعات وكتسويق امورنا تمام. نحن مشكلتنا انه بجوز ما بصير احكي هيك ما بعرف، بس انت اليوم المطاعم عندها موظفينها صح، فبتقلك انه انا الفائض اللي عندي انا بيروح للموظفين صحيح. والفنادق نفس الشيء، فبتخيل انه المفروض يزيدوا لهم رواتب ويعطوا الفائض لبنك الطعام. هي زيادة رواتب للكل مو بس. خلينا بالختام كلمة أخيرة، ونحن سعيدين بوجودك معنا، نوجه تحية لكل الجروب ولكل المتطوعين، لأنه بنعرف قديش في كثير ناس تحت ورا الكواليس عم تشتغل وتتعب، فلهم ألف تحية. كلمة أخيرة بالختام.
أنا بدي أتشكر فريق الجمعية، فريق صبايا العطاء كلياتهم بدون استثناء، لأنه بعرف شو بيعملوا، بعرف قديش عم يتعبوا، قديش عم يشتغلوا. في كتير حالات بيغطوها حتى بلا ما يخبروني، يعني حالة بتجيهم بيكون في إمكانية. طبعا نحن بالفريق عنا صبايا من كل الأعمار، نحن صبا الروح عنا من كل الأعمار ومن كل البلاد. يعني نحن الفريق تبعنا مو فقط صبايانا يلي موجودين بسوريا، معنا كتير مغتربات، ويلي بيكون عايش برا بتلاقي بتشوفي هاللهفة منه على أهل بلده، بتنبسطي يعني، بتحسي إنه عن جد نحن الحمد لله نحن لبعض، قلبنا لبعض. فبدي أتشكرهم على هاللهفة، وبدي أتشكر كل حدا بيقدم مساعدة، أشخاص ما بعرفهم لما بيشوفوني النزلة حالة. آخر فترة يعني كان في حالة عملية طفلة، أنا شفت دعم فظيع من الأطباء، من بدي وجه شكر لفريق ميدوز، منصة ميدوز، مجموعة أطباء بيتعاونوا معنا بشكل دائم، أكيد وكل أطباء سوريا، ولأهل الخير يلي ما رح أذكر اسمهم لأنه ما بيحبوا، لأهل الخير يلي دائما بيساهموا معنا لتغطية أي حالة. فشكرا من قلبي ويعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكي، نحن كمان نتمنى لك التوفيق ولكل الصبايا يلي معكم أكيد، وشغلكم على أرض الواقع مو بس حكي، أكيد موفقين بخطواتكم اللي جاية، وإن شاء الله بينعاد عليكم بكل الخير والحب والصحة. وعلى سوريا يا رب، وعليكم وعلى سوريا وعلى كل على كل السوريين يا رب، على كل الناس يعطيكم ألف عافية. تحية لكل الكادر اللي معك، في كثير من الناس قلنا وراء الكواليس ما حدا بيعرفها، فعم يعملوا مجهود كثير كبير، يعطيهم ألف عافية. ولكل النساء السوريات، لأنه المرأة السورية أثبتت خلال فترة الحرب الأزمة أنه هي بميت رجال. أكيد ألف عافية. شكراً.